السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلام. إخواني إن شاء الله اليوم بدنا نتكلم عن توصيل الدبل توازي لمحرك 4 أقطاب سرعة 1400 دورة. طبعا اللي تكلمنا عليه كيف أخذنا بياناته، هذا الجزء الأخير إن شاء الله في هذا الموضوع. رح نتكلم اليوم إن شاء الله بالرسم عن طريق توصيل الدبل توازي، أو في ناس بتسميها 2 توازي أو ما بعرف إيش بتسموها. على العموم إن شاء الله اليوم نتكلم بالرسم، لكن في عندي قبل ما أبدأ بالرسم في عندي بس ملاحظة صغيرة حاب أنا أحكيها. إخواني أنا فتحت القناة الثانية يعني على أساس إنه أنشر فيها، بالبداية كانت أنشر فيها فيديوهات الكاملة الطويلة على أساس اللي بده يحمل فيها يعني يحمل منها الفيديوهات الطويلة، لأنه كان في رغبة إنه ما تنشر فيديوهات طويلة في القناة الأولى. لكن الآن تطور الأمر قليلا وأصبح في فيديوهات يعني أقصر وفيها شروحات أكثر. بصراحة أنا راح أركز شوي عليها، لكن الموضوع اللي انا حاب اوصلكم اياه او الفكره اللي انا اوصلكم اياها انه انا ما بدي يصير فيه او ما بدي يحصل معاي زي ما حصل بالقناه الاولى. يعني القناه الاولى ما فيها تفاعل، ما فيها عندي الاف المشتركين، لكن يعني مشاهدات ضعيفه، تعليقات ضعيفه، تفاعل مع الفيديو ضعيف. بصراحة أنا ما بدي في هاي القناة كمان يعني أعيد الكرة، يعني ما استفدنا. إذا بدي أعيد الكرة ما بدي أنا أعيد الكرة نهائيا. فأنا بصراحة ما بدي أنا أقول لكم تفاعلوا معي، لكن الإنسان بطبيعته. وبعدين أنا ما ببحث، يعني أنا حكيت لكم قبل هالمرة ما ببحث لا عن مشاهدة ولا إنه بدي لايك وبدي كذا، لكن الإنسان بطبيعته بجبلته بجبلة خلقه انه بحب يشوف اثر عمله، يعني بحب يشوف اثر عمله انه الناس مستفيده من هذا العمل او لا. يعني اذا ما تفاعلتوا مع الفيديو، كيف انا راح اعرف انه الفيديو او العمل هذا فيه له اثر؟ بصراحه اذا انا ما لقيت تفاعل ما راح استمر بالنشر، يعني انا راح اقرر اني ممكن بصراحه اعتزل هذا الموضوع نهائيا، وبكفي الفيديوهات الموجوده بالقناتين. يعني القناتين راح اخليهم موجودات وبكفي، يعني انا ما راح اتعب بزياده. خلاص اذا ما في راح اشوف تفاعل في هاي القناه افضل من الاولى، بصراحه راح اوقف النشر. انا هيك بفكر، يعني صار لي فتره بفكر بهذا الموضوع، لانه ما في تجاوب، يعني ما في تجاوب معي بالفيديوهات نهائيا. ما بعرف، يعني انا بنشر عندي مثلا في القناه الاولى بدنا نصير 22000 مشترك، بنشر فيديو بقعد اسبوع عليه 200 مشاهدة، عليه 10 لايك. يعني مش عارف يعني ليش الموضوع هيك، انا مش عارف. حكينا اكثر من مرة في هذا الموضوع، لكن الموضوع زي ما هو، السبات موجود، الخمول موجود، ما بعرف شو السبب، ما بعرف انا ايش اعمل يعني على اساس انا تتفاعلوا معاي ومع الفيديوهات. على العموم انا بس حبيت احكي هاي الكلمة، ما بدي اكرر تجربتي القناة الاولى بصراحة في القناة الثانية. يعني ما بدي ارد انا اعمل فيديوهات وانشر وكذا ونوصل 20000 مشترك و50000 مشترك ونفس القصة، التفاعل خامل وما في تفاعل مع الفيديو، لانه الموضوع زي ما حكيت مش موضوع مشاهدة وموضوع لايك، لكن الموضوع موضوع انه الانسان بطبيعة خلقته بحب يشوف اثر عمله. يعني انت بتيجي بتعمل عمل بتحب انه تشوف انه الناس استفادت من هذا العمل، على اساس هذا بعطيك دافع انك تستمر. انا بصراحة ما عندي دافع اني استمر. طبعا احنا بنطلب الاجر من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله انها تكون صدقة جارية، لكن بكفي الموجود خلص، يعني الموجود ان شاء الله انه صدقة جارية وإلنا اجر فيه باذن الله. انا بحكي على الاستمرار، انا بتكلم على الاستمرار. ان شاء الله تكونوا بس فهمتوني بهاي النقطة وتجاوبوا معانا فيها. طيب الان ننتقل ان شاء الله للرسم على السريع، ما بدي انا نطول اكثر من هيك.
طيب انا رسمت الرسمة هنا على السريع على اساس انه ما نتأخر بالفيديو كثير. احنا عندنا المحرك اربع اقطاب، كل فاز في طبعا اربع اقطاب حقيقية، كل فاز في اربع مجموعات، كل فاز في اربع مجموعات. المحرك بالكامل فيه 12 مجموعة، طبعا ملفوف بطريقة الجانبين بالمجرى او الانصاف. طبعا مجموعاته متجاورة بتيجي زي ما بتعرفوا، كل اربع مجموعات بجانب بعض. طبعا هذا فاز من الفازات، راح يكون راح ارسم انا فاز من الفازات على اساس ما تكون الرسمة كبيرة وتخربطكم. طبعا اللي بنعمله بالفاز هذا، اللي بالتوصيل بنوصله بهذا الفاز بنوصله على باقي الفازات نفس الشيء، ما في فرق، نفس التوصيل هذا اللي بدي يصير الان نفسه بنعمله على باقي الفازات بالضبط. طبعا عندنا اربع مجموعات، هي ترتيبهم، انا كتبت ترتيبهم، المجموعة الاولى والمجموعة الرابعة والمجموعة السابعة والمجموعة العاشرة. طبعا الفاز الثاني بتكون مجموعة 2 ومجموعة 5 ومجموعة 8 ومجموعة 11، والفاز الثالث بكون مجموعة 3 ومجموعة 6 ومجموعة 9 ومجموعة 12، اذا ما خربط انا في الترتيب. على العموم هذا الفاز الاول زي ما حكيت. طبعا احنا بنبدأ بنوصل توصيل الدبل توازي زي ما انتم شايفين كالتالي. خلوني انا انزل من هنا اللون ازرق بالبداية توصيل، بنوصل احنا نهاية الاولى مع نهاية الرابعة، بكون عندنا وصلة نهاية الاولى مع نهاية الرابعة. وكمان بدي اوصل انا مباشرة بداية الاولى مع نهاية الرابعة، بداية الاولى، انا حكيت نهاية، بداية الاولى مع نهاية الرابعة، ونوصل بداية السابعة برضو. بدي اعمل انا كل سلك نفس اللون مع نهاية العاشرة، بداية السابعة مع نهاية العاشرة طبعا. والسلكين اللي خارجين منهم بتوصلوا على سلك يخرج للخارج، هذا خلونا مثلا نسميه يو مثلا، هاي يو. طيب الان وصلنا احنا بداية الاولى مع نهاية الرابعة، بداية الاولى مع نهاية الرابعة، ووصلنا بداية السابعة مع نهاية العاشرة، والسلكين اللي بخرجوا من السابعة والعاشرة والاولى والرابعة بنوصلهم مع بعض على سلك بخرج للروزيتا برا، هيك بكون عليه اربع معكرونات. يعني الان هاي بداية الاولى بكون خارج بمعكرونة، ونهاية الرابعة خارج بمعكرونة، وبداية السابعة خارج بمعكرونة، ونهاية العاشرة خارج بمعكرونة. بنوصل كل معكرونتين مع بعض اللي هم بداية الرابعة مع بداية بداية الأولى مع نهاية الرابعة، وبداية السابعة مع نهاية العاشرة، بنوصلهم كلهم مع بعض على سلك وبخرج للروزيتا برا. الآن خلونا غيرنا اللون، الآن بنيجي على نهاية الأولى بنوصلها مع بداية الرابعة، توصيل سهل يا اخواني ما فيها مشاكل، ونهاية السابعة مع بداية العاشرة. وكمان خلونا نجيبها من هون، وكمان بنوصلهم مع بعض على سلك وبخرج للروزيتا برا. خلونا نسميه مثلا U2 U1، طبعا انا مش متمسك في مظبوط في الماوس. المهم هاي U1 الاولى، U2 والثانية U1 U1. طيب
الآن نهاية الأولى، نهاية الأولى هي نهاية الأولى مع بداية الرابعة، مع بداية الرابعة ونهاية السابعة مع بداية العاشرة، كلهم بنوصلهم مع بعض على سلك وبنخرجوا لبرا للروزيتا. يعني زي ما حكينا نهاية الأولى عليها مع كورونا وبداية الرابعة عليها مع كورونا ونهاية السابعة بمع كورونا وبداية العاشرة بمع كورونا، كلهم بنوصلهم مع بعض على سلك وبنخرجوا للروزيتا. هيك لاحظوا انتو اخواني انه كل مجموعة بكون جاي عليها 380 فولت، يعني طرفين فاز، طرفين فاز. يعني لو نلاحظ المجموعة الاولى هي رقم واحد، لاحظوا عليها جاي داخل من هون فاز الاخ الازرق من هون من الاولى ومن الرابعة، الفاز الازرق اللي هو اليو ون او اليو عفوا اليو، ولاحظوا نهاية الاولى وبداية الرابعة داخل عليهم الفاز الاحمر. يعني لاحظوا المجموعة الاولى بدايتها فاز ازرق ونهايتها فاز احمر، بدايتها فاز ازرق ونهايتها فاز احمر، اذا بوقع عليها فازين على المجموعة فازين. ونفس الشيء الرابعة بدايتها احمر ونهايتها ازرق، والسابعة بدايتها احمر بدايتها ازرق ونهايتها احمر، والعاشرة بدايتها احمر ونهايتها ازرق. يعني لاحظوا انا اللي بحكيه انه بوقع فازين على اطراف المجموعة، بداية ونهاية للمجموعة، بدايتها لفاز ونهايتها لفاز مباشرة، بدايتها لفاز ونهايتها لفاز. لذلك احنا بهاي الطريقة بهاي التوصيلة بنقلل السلك على قدر اكبر قدر ممكن، طبعا مع زيادة العدد على اساس انه يتحمل 380 فولت. فبتلاقي انه اقل شيء ممكن للسلك على حسب القدرة بتلاقيه موجود بهاي الطريقة. وهاي هي اخواني ان شاء الله، يعني خذوا لها صورة للرسمة ان شاء الله انكم تستفيدوا منها في اوقاتكم وايامكم القادمة واعمالكم. وزي ما حكيت يا اخواني خليكم تاخذوا صورة لها خليها ثابتة، زي ما حكيت يا اخواني ما بدنا يصير فينا زي ما صار في القناة الاولى، ما بدي يصير انا ما بدي يصير فيه زي ما صار فيه بالقناة الاولى. اذا بتصير فيه زي ما صار بالقناة الاولى بصراحة انا راح اوقف النشر نهائيا، لانه خلص بيكفي الموجود، بيكفي بصراحة بيكفي. فاعطونا رأيكم ان شاء الله بالتعليقات، خلونا نشوف شو رأيكم بالموضوع. وهاي هي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات. ولا تنسوا زي ما بذكركم دائما وبذكر نفسي، صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.